قلت لي باللي مرضتي بالصفير، احكي لنا شويه. ضرب الكبده صفير. هاي اما كي من جات كلامبشكو من هز كلامبشكو تحكي تقول لي بقى يقتلني. احكي من هز كلام بينا سما احكي هاي. روح احكي له. هذا كلام كداوني الجلفه المره اللي ما نيش فيها قامني فوق قلت لهم وراني قال لك في السبيطار جد. اسمع شو عاد تقول السبيطار تحكي في السبيطار. روح يما تفضلي. وقعدت نقول لا نقول له بكري زين لو نعرض الجلبه وزين الخن فاش تاثر كح العين اذا لي يوم في كان المخرفين خاطر على فاطمه كامل تزين ورابي ركنا من الاثنين هزوني من دارنا هزي فينا وخليت اهلي وذراري مفتولين ربي سيدي ذي دعاوي ولا عام داروا تليفون جات البنبوية وهزتني عيط بالفال الشين وتزقوا في القدر والجلفة وين معايا طفلة تخيل تحت هذه خير قلت لها قلت لها كبر يا كبر اخضر محجوب ولا كرا قال لها خير بيضة من الواد مصمر ترضي ودني جا نموت مانيش فايت داروا التليفون قدامي قذف ونلقاهم في الباب ليا موجودين جلفة دي خرعية نلقاهم في الباب ليا موجودين خرجوا لي زوج من ذيك الطبة وراهم خطفوني على رمشات الآن وطاحوا لي بالباب المسمومين دارونا في السبيطار الجلفة والبيبان مسكرة والمضرب شين ربي سيدي ذي دعاوي ولا عام ولا نبعثه من عند رب العالمين قولوا حاجة الجلفة تنسالك نبيني وتسولني وتسولك أنا ثاني ونوريكم نظر ومحاني ما أني حكم الزايل عني جار ودوع لي أولادي بيت النار كسر نقص الظهر مالو جبار ما لي هم لو ما لقيت هم دوار عم تبكيش حقو كم عينك ما بتبكيش هم تبكيش قلت عينك هاقوش ما تبكيش والله ما نزيد نحضر معك هم تبكيش قال يرحم القهوة مؤخر في وهران مؤخر في بشار هم تشتبكي هم ورجع كل يوم وسا كريم الله تدي لي ذا الوصية تديها للمختار تقول له دبر فيها. عم تشتكي؟ تروح ورقة فيها. عم تبكي شمك؟ تروح. يا حميش عم تشتكي يما؟ تروح الورقة فيها. تعيد اخوانك اما في التلفزيون بتعيش وقت تعيد اخوانك. اصحاب العصرية. تركوني ننسى لاباس ونقبلوا قريبية. روح لدمت في الامان وعيالي داير بيا. يا سعد بصر العينين. عم تبكي بدك نخرج. والله نخرج. تكتير وطيب نشتيه وتحيت تحيت ملك عني بكيني وضحك هذه الكلام اللي نقول في نظر محرب.